صباح الخير من جديد. برنامج غذائك صحتك مع أخصائية التغذية رزان شويحات. هذا البرنامج اللي بيضم مجموعة من المشاركين، منهم حابين يخضعوا لحمية غذائية لتخفيف الوزن، ومنهم شاب واحد بنقدر نقول حابب يخضع لحمية غذائية لزيادة الوزن. خلينا نعرف إيش صار فيهم مع أخصائية التغذية رزان شويحات. أهلا وسهلا فيك. كيفك مايس؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. شكرا. الحمد لله. يعني برنامج غذائك صحتك أطلقناه قبل فترة معك ومعك مجموعة من المشاركين فيه. ثلاث صبايا وشاب اللي هو عبد. انا دائما عم بخطر على بالي عبد، بدي اشوف اذا عبد نصح ولا لا. شو فكرك نصح ولا لا؟ بتخيل نصح اكزاكتلي. والبنات كمان نحفوا، وطبعا كثير كثير الحماس بينهم قوي مايس. هلا يمكن رح نشوف كمان شو عم بيعملوا، لانه بتعرف المره هاي احنا عاملينها منافسه، يعني اللي قال شيء بتكون نازله رح تطلع للاسف من البرنامج ورح يتابع معنا الباقي، فاحنا عم نشجعهم اكثر لحتى كلهم ينحفوا، وكمان لحتى الناس اللي عم يحضروا يستفيدوا من تجربتهم ويتشجعوا ويحسنوا طريقه أكلهم وصحتهم. ممتاز. شفنا يمكن أكثر مشاركة بالمسابقة، مسابقة غذائك صحتك، هي منال. منال اللي نحفت 9 كيلو جرام ب20 يوم. هلا سؤالي، دائما احنا بنشوف يعني بنسمع أخصائيين التغذية بيقولوا إنه الدايت أو الحمية الغذائية اللي بتنحف كثير ممكن ترجع الوزن كثير بسرعة. أكيد. فاحكي لنا إيش وضع منال يعني ب20 يوم. المهم أوكي، أهم شيء مايس هي ما تكون الحمية نوع، يعني مش مهم قد بتنزل قد ما مهم نوع الحمية اللي انت عم تتبعيها. لو كانت الحميه فيها سعرات حراريه كثير واطيه بنقول غلط انه هي تنزل هالقد كميه ب20 يوم، لكن اول شيء هي عندها زياده وزن كثير اكثر، كمان كان عندها مقاومه انسولين، هلا صارت عم بتثبتها اكثر مع تنظيم الغذاء ومع الدواء اللي عم تستعمله، بالاضافه لانه التزامها كان كثير منيح بالبرنامج وما كان النزول. هلا طبعا بالفتره الجايه رح نرجع نقيس الدهون لنتاكد قد ايه هي نازله كمان دهون، انما انا ما بخاف على الكيلوز اللي نزلتهم لانه نوعيه الرجيم اللي هي مختها مش منخفض بالسعرات الحراريه، وخاصه بهاي المرحله على فكره بتبدي تشوفي مايس الفرق بالاجسام. يعني السعرات الحراريه اللي اخذتها منال تقريبا كانت كثير قريبه من اللي اخذتها ابرار. تمار لا كانت اقل شوي لانه وزنها اصلا اقل شوي منهم، لكن النزول كان مختلف بين كل واحد عن الثاني. فيعني مع انه منال وابرار اخذوا نفس الرجيم نفس السعرات الحراريه لكن ونفس الوزن هم تقريبا بلشوا، لكن نزول منال كان اسرع من نزول ابرار. هذا الدليل على التزام منال. هذا دليل على التزام والتزام ابرار كمان، انما طبيعه الجسم بتختلف. وهذا الشيء اللي نحن ما بنقدر نتحكم فيه كثير، ودائما نحن كمان ميس بنقول بناخذ الشهر بالاجمل، يعني صح بهدول الاسبوعين، عشان هيك انا ما بدي اعمل انه الشخص يطلع بعد باسبوعين لانه بيختلف اكثر بعد، فاحنا ناخذ مجمل الشهر ونشوف مين اقل شيء بينزل فيهم ومين اللي اكثر شيء بينزل فيهم. حاليا هم كثير ملتزمين منيح، بلشوا بالمشي هلا مبدئيا. لسه ما بلشوا بالجيم ورياضه قويه كثير. ليش ما بلشوا برياضه قويه؟ لسه بدي يخف وزنهم شوي اكثر مايس، لاني بخاف، خاصه انه هم ما عندهم لياقه ابدا، فبخاف ابدا فيهم مره واحده بتمارين القويه كثير. هلا حتى المدرب اللي رح يمشي معهم رح يمشي اكيد كمان هو بالبدايه بتمارين اخف عبل ما يرجعهم لياقتهم عبل ما ينزل وزنهم اكثر، بعدين يلتزموا اكثر كمان بالجيم والتمارين الرياضيه القويه اكثر. اها طيب، خلينا ناخذ اول اتصال معنا لليوم بفقره التغذيه من نضال. هلو. صباح الخير. اهلا نضال. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. بدي اشكر روزان عن جد، يعني انا على برامجها يعني انا متابعها متابعه شيء مش طبيعي. ممتاز. يعني انا كان الوزن عندي حوالي 126 قبل حوالي 8 شهور. هلا اصبح عندي 106. ممتاز جدا نضال. يعني متابعها يعني بستنى الحلقه تاعتها فرغ الصبر. شكرا لك. طب خبر نضال الناس اللي عم يحضروا كمان شو عم تعمل انت لهلا؟ خففت يعني كنت اول شيء شو ما قدامي اشيل. اوكي. هسه حتى ايش اسمه حلويات كله بعدته. ممتاز. يعني بروح من شغلي حوالي الساعه 9 باخذ وجبه خفيفه وبطلع بركض بالليل. ممتاز. ممتاز. طيب نضال، عندك اي سؤال بتحب توجهه لرزان بما انك هلا نحفان 20 كيلو؟ طبعا منهنيك يعني ممتاز انجاز. بس في بيقولوا لي على خل التفاح، صحيح هذا الحكي؟ خل التفاح. ماشي. هلا هلا بجاوبك نضال ولا يهمك. اسمعنا من التلفزيون. شكرا لك.
طبعا خلي التفاح كثير سمعنا عنه، اول شيء نضال انت عم تعمله كثير منيح وضلك مكمل فيه، بس ما تلجا للاشياء او اللي بتسمعها لتخفيف الوزن زي خلي التفاح ومرات ليمون ومرات مي زياده، لانه هاي الاشياء ما بتنحف ابدا. اللي بيصير انه انت عندك طاقه زياده، هاي الطاقه مخزونه بجسمك على شكل دهون، انت اللي بتحاول تعمله بتقليل سعراتك الحراريه انه تخلي الجسم يستعمل هاي السعرات اللي موجوده او الطاقه اللي مخزونه للقيام بالحركات اليومية والاستهلاك اليومي، وبالتالي بيبدأ يخف الوزن. فخلي التفاح ما رح ينحفك، الطريقة اللي انت ماشي عليها هي اللي صح وهي اللي بتساعد بتخفيف الوزن كمان. إذا نشكر اتصال نضال، أكيد احنا فاتحين كل الاتصالات لحتى تحكوا معنا وتوجهوا أي أسئلة لليوم لرزان بموضوع الحميات الغذائية. خلينا هلا ننتقل من تخفيف الوزن مع الثلاث متشاركات اللي معك رزان لعبد اللي هو يعني هدفه اللي هو زيادة وزنه. عبد زي ما شفنا بالتقرير تقريبا زاد 3 كيلو 700 تقريبا. فاحكي لنا ايش يعني وضع هلا عبد؟ هو اللي وضعه اصعب شيء على كل يعني مع انه الكل هلا بيكون عم يحضر بيقول نياله ويروح ياكل اللي بده اياه وبزيد وزنه كثير بسرعه، لكن مش هذا اللي نحن بدنا اياه، لانه اول شيء عمره صغير، ثاني شيء نحن ما بدنا نزيد وزنه بطريقه غير صحيه وبالتالي يزيد الدهون عنده ويصير يعاني من مشاكل صحية أكثر. بالعكس نحن بدنا نخفف نزيد وزنه سري بطريقة صح لتزيد العضلات عنده، خاصة أني أنا لما فحصته بالجهاز عندي حسيت أنه نسبة العضلات عنده كمان كتير واطية، فعشان هيك بدنا نرفع العضلات. كمان وضعه كتير حساس لأنه عمره صغير، لسه عمره 15 أو 16 سنة، فبهذا العمر نحن منخاف من التمارين الرياضية اللي كتير قوية اللي ممكن تقلل من نموه بهاي المرحلة. صحيح. عشان هيك كان المدرب كتير حريص على انه بس يساعده بتنشيط عضلاته لحتى تكبر شوي اكثر، بس مش للحد اللي ممكن تاثر على صحته. وطبعا اتبعنا النظام الصحي برضه، يعني مش معناته انه بده يزيد وزنه انه بده يروح ياكل جانك فود وبرجر زي ما بده وكل هاي الاشياء، لا ركزنا على الاغذيه الغنيه بالبروتين، البروتين المفيد كثير زي البيض الجبنه الدجاج اللحوم بالضبط. طيب ناخذ اتصال واخر اتصال معنا لليوم، ام يوسف. هلو أم يوسف، صباح الخير. أم يوسف معنا. أهلا وسهلا، تفضل. أهلا، عم نسمعك. تفضلي أم يوسف، عم نسمعك. ألو، صباح الخير. صباح الخير، أهلا. بس أنا الصوت مش كتير سمعته، كتير بعيد. طيب لو بتقدري إيه يمكن هلا هلا اوكي هلا اوكي تفضلي. اوكي اهلا وسهلا، يعطيكم العافيه. الله يعافيك، يعطيكم الف عافيه يا ربي. الله يعافيك. بس بدي اسالك رزان، بالنسبه لل سمعت على الحبوب الجرين تي، يا ريت تقولي لنا اذا بضعفوا ولا لا، وبعدين ايش في امكانيه اذا واحد بس عنده دهون في البطن؟ يعني ما بدي انه اي منطقه ثانيه في جسمي اضعف، بس الدهون في البطن. هلا لما بعمل رجيم كلي بضعف مع وجهي وكلي، عرفتي؟ فما بدي، انا بدي بس منطقه البطن، ايش في مجال انه الواحد يضعف منها؟ وشكرا لكم كثير. عفوا، هلا بجاوبك. شكرا ام يوسف. على فكره ام يوسف مشكلتها زي مشكلتي، لما اضعف على طول بوجهي ببين. اكزاكتلي. فكيف يعني؟ هلا انه هون نحن بنبدا لما بنقول بدنا ننحف، كيف بدنا ننحف؟ رح اجاوبها اول شيء على الجرين تي وبعدين ننتقل للنحف من منطقه البطن. بس سريعا، اول شيء حبوب الجرين تي، نحن كثير بنقول قد ايش الشاي الاخضر كثير مفيد وكثير ضروري انه نشربه، مش بنحف، انما هو في بعض الابحاث عم تطلع بتقول انه ممكن يساعد بحرق الدهون اذا انت كنت ماشيه ببرنامج رجيم لتخفيف الوزن، لكن مش معناته اذا انا شربت شاي اخضر او اخذت حبوب اني انا رح انحف. ودائما نحن بنفضل ميس ناخذ الشيء الطبيعي، ما بدنا اكلنا يصير كليته حبوب. ركزي على شرب كاستين شاي اخضر باليوم كثير احسن من انك تتناوليهم على شكل حبوب. نعم. اما منطقه البطن وكيف بدنا نخففها، ضروري كثير نوع الرجيم اللي احنا بنتبعه والطريقه اللي انا بدي انحف فيها هاي المنطقه، لانه خاصه الاشخاص اللي بيكون عندهم بس بطن وزيك ميس انه ما عندك وزن زياده كثير اصلا، انما فقط نسبه الدهون هي اللي متراكمه بهاي المنطقه اكثر، ضروري كثير انه النظام ما يركز على تخفيف الوزن قد ما يركز على تخفيف الدهون. بالتالي انت لازم بس تقومي بتقليل سعراتك الحرارية بنسبة قليلة كتير، وما بدك تنحفي يعني أكتر من نص كيلو بأسبوعين مثلا حتى تتأكدي إنه هذا النزول عم بيكون من هاي المنطقة. وعشان ما يتأثر وجهك ضروري تركزي على الأغذية اللي مفيدة كتير ومغذية زي مثلا الخضار كتير والفواكه، مش زيادة إنما حصتين فواكه باليوم. هلأ مثلا فواكه الصيف كترت والناس بيصيروا ياخدوا أكتر، بفكروا إنه لأنها مفيدة فيني أكل منها أكتر، بناخد حصتين لثلاثة من الخضار من الفواكه، وبنحاول ناخد أربع حصص أكتر وخمس حصص
قصص من الخضار سواء مطبوخة أو خضار طازة بتكون كتير هي مفيدة أكتر لإلنا وما ما بتأثر على زيادة الوزن كمان. أكيد رزان بتشكرك. شكرا لك. أكيد إحنا رح نضلنا نتابع المشاركين ببرنامج غذائك صحتك، لكن للأسف يمكن قلتي لي يعني قريبا رح يكون واحد من المشاركين واحد منهم للأسف رح يطلع رح يغادر. شكرا لك رزان، وأكيد بنلاقيكي بفقرات جاي. شكرا لك.